السلام عليكم، بونجور تو الموند، معكم عماد مهيب. الهدف ديالي نعاونكم توصلوا للماكسيموم ديال القدرات ديالكم. اليوم غادي نهضروا على شنو خاصنا نديروا من بعد الحجر الصحي. قريبا ان شاء الله غادي يسالي الحجر الصحي ونرجعوا لحياتنا العاديه، ولا نقولوا شبه العاديه. غير الواحد هو اللي يستفد من التجارب ديالو وياخذ العبار والدروس من اي حاجه دازت عليه. حاولت نلخص المسائل اللي كتبان لي مهمه من بعد هذه الازمه الصحيه، وغادي نطرق لها في ثلاثه ديال النقط. اولا، هذه الازمه بينت لينا ولا بلوتو غير فكرتنا في الاولويات الحقيقيه ديالنا. من بين هذه الاولويات اهميه الصحه ديالنا وبالخصوص المناعه ديالنا. فهاد الازمه كل شيء كيبدا كيقلب على وسائل باش يعني نقويو المناعه ديالنا، وحتى الوسائل يعني الرسائل اللي كانوا كيوصلونا في واتساب على كانوا كلهم على الثومه وسكينجبير والقرنفل. واللي خصنا نفهموا، وهذا ميساج مهم بزاف، هو ان المناعه ماشي هي شي حاجه يعني بحال شي بطونه كنوركوا عليها وكتولي عندنا المناعه. المناعه كتبغي الوقت، لان المناعه ما كتكتسب، ماشي مناعه يعني ماشي انيه. اذا نمط العيش ديالنا خصو يتغير. هادشي فيه التغذيه وفيه يعني الرياضه ولا ليكزيرسيس فيزيك اون جينيرال، وحتى مسائل اخرى اللي غادي نتكلموا عليها ان شاء الله في وقتها. الميساج الثاني كيخص الطريقه باش كنعيشوا حياتنا، خصوصا في المدن الكبيره بحال كازا اللي كنعيشوا فيها الاغلبيه ديالنا بواحد الضغط وواحد التوتر مستمر. ديما كنجريو، ديما معطلين، ديما ما عندناش الوقت. ملي جات الازمه هذه بزمننا جلسنا الارض، يعني هادشي واقع ماشي. وهذيك الانشغالات ديالنا والمشاريع لي بروجي ديالنا وداكشي اللي كنا باغيين نديرو وباغيين نوصلوا ليه، كله كاع داكشي اللي كنا كنجريو عليه كله ولا كيبان لنا تافه، يعني سوبرفلو. وهنا غادي نرجعوا لواحد الحياه اللي تدريجيا اللي هي عاديه. ما خصناش نساو هادشي، خصنا ما نساوش، لان الا نسينا غادي نغطسوا عاوتاني بنفس الطريقه ونكونوا ما استفدنا والو من هذه الفتره هذه. ثالث واخر ميساج كيخص لا غراتيتود، يعني الحمد والشكر اللي خصنا نشعروا به بهاد النعم كلها الكثيره اللي حنا فيها واللي ديما كانت عندنا. ومع ذلك الاغلبيه ديالنا كنا ديما كنتشكاو وكنشوفوا غير لو نيجاتيف، يعني غير السلبيات من هاد النعم هذه. النعمه ديال الصحه بيان سور، ولكن حتى النعمه ديال الخروج كيف ما بغيتي وفين ما بغيتي ووقت ما بغيتي. النعمه ديال انك تعنق والديك والناس اللي عزاز عليك بكل تلقائيه وبلا ما تبقى تفكر في الاخطار وتبقى مسودن. هادشي ما خصناش نساوه ونرجعوا بحال ما كان والو. الانسان اللي على بال كما كنقولوا هو اللي كيخرج رابح من اي حاجه دازت عليه. وهاد النقط كلها راه كتعاوننا نتحسنوا في حياتنا سواء كانت كورونا ولا ما كانش. فوالا، هادو هما لي ميساج ديالي ملخصين ديال اليوم. تهلاو فراسكم، يا تري تري بيانتو ان شاء الله.